السلام عليكم، اهلا بكم في قناة ليوليو. في حلقة النهاردة هنعرف ازاي نضيف ادمن معنا في صفحة الفيسبوك، وهي الصلاحيات اللي هيعملها في الصفحة، وكمان هنعرف ادوار الصفحة، وكمان لو انت بتعمل اعلان ممول وطلب منك انك تضيفه في الصفحة ازاي تضيفه وتأمن صفحتك، وكمان هعرفك ازاي تحذفه من الصفحة بعد ما يخلص المطلوب منه. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد. يبقى هنتعلم ازاي نضيف ادمن معانا في الصفحة، سواء بقى هيرد على التعليقات او هيكتب بوستات او هيمسح تعليقات مسيئة او هيرد على رسائل الصفحة. هنروح على تطبيق الفيسبوك، وبعد كده هنضغط على الدايرة دي وهنختار الصفحات، وبعد كده هيظهر لنا كل الصفحات اللي انت عاملها او اللي انت ادمن فيها. هنختار طبعا الصفحة اللي هنضيف عليها الادمن، ومن الصفحة دي فوق على الشمال هنضغط على علامة الترس، ومن الصفحة دي هنختار الأدوار بالصفحة. هنا طبعا هيظهر لك كل الأدمن اللي معاك في الصفحة. طب احنا عايزين نضيف ادمن معانا، هنضغط على اضافة شخص الى الصفحة، وهنا بيقول لك لدواعي الامان يرجى اعادة ادخال كلمة السر المتابعة. هنا هكتب كلمة السر بتاعة الاكونت اللي فاتح من عليه الصفحة، وبعد كده هدوس متابعة. هنا بيقول لك اكتب اسم مستخدم الفيسبوك، الشخص اللي انت هتضيفه لازم يكون عندك في الاصدقاء. طبعا هنبحث عن الشخص ونضيفه، انا اخترت طبعا الاكونت ده، وهنا طبعا بيظهر لك الأدوار بالصفحة، مسؤول، محرر، مشرف، معلن، محلل. طبعا هشرح لك كل حاجة لوحديها. هنشرح أول اختيار اللي هو مسؤول. لو أنت عايز تعين الشخص ده معاك أدمن مسؤول عن الصفحة، يبقى أنت كده بتديله كل الصلاحيات اللي يعملها في الصفحة، بمعنى إنه يمسح بوستات أو يحذف تعليقات أو يكتب بوستات وتعليقات، وكمان ممكن يعمل لك إزالة من الصفحة أو ممكن يغير اسم الصفحة. خد بالك إمتى تضيف شخص معاك أدمن؟ لما تكون واثق منه 100%. طيب نيجي على تاني اختيار اللي هو المحرر. وظيفة المحرر إنه يكتب منشورات أو يحذف منشورات أو يكتب تعليق أو يحذف تعليق أو يرد على رسائل ويتواصل مع الأشخاص، وكمان يقدر يعمل إعلان ممول للصفحة. طيب هل ممكن يعمل إزالة للأدمن أو يغير اسم الصفحة؟ طبعا لا. طيب نيجي على المشرف. المشرف اللي هو بيشرف على التعليقات، يحذف التعليقات المسيئة أو يرد على التعليقات أو يحظر التعليقات واستقبال الرسائل والرد عليها. نيجي بقى للمعلن. دور المعلن هنا على الصفحة إنه يعمل لك إعلان ممول فقط، ملهوش أي صلاحية تاني نهائيا، ولا الرد على الرسائل، ولا يكتب بوست، ولا انه يعمل تعديل للبوست، ولا يضيف صور ولا فيديوهات. يعني اللي انت هتضيفه في الصفحة واثق منه وانه يقوم بدور كل حاجة، يبقى تعينه ادمن اللي هو مسؤول. طيب لو عايزه يرد على التعليقات ويكتب بوستات ويستقبل رسائل الناس ويرد عليها ويعمل اعلان ممول، يبقى تختار محرر. طيب لو عايز انه يرد على التعليقات ويستقبل الرسائل ويرد عليها،
ده تديله دور المشرف. طيب لو هتعمل اعلان ممول طبعا بتمنحه دور المعلن، بس بشرط تكون منزل البوست وكاتب على البوست اللي هتعمل عليه اعلان، هو يدوب هيخش يعمل اعلان فقط. طيب لو عايز هو اللي ينزل البوست ويكتب على البوست او ينزل صور او ينزل الفيديو ويعمل لك عليها اعلان ممول، ده بتديله دور المحرر. انا طبعا هنا اخترت انه يعمل لي اعلان ممول وهو اللي ينزل البوست ويكتب عليه، طبعا ضفته محرر. هنضغط على اضافه، وهنا كده يظهر لك كل الادمن اللي معاك والمشرفين والمحررين اللي معاك على الصفحة. نفترض ان احنا عايزين نشيل حد من الادمن او المشرف او المحرر، بنروح طبعا على الصفحة ومن خلال الترس بنضغط على الادوار بالصفحة، وبعدين نختار الشخص اللي احنا عايزين نحذفه من الصفحة، سواء من ادمن او المشرف او المحرر. بنضغط على علامة القلم اللي على ايدك الشمال، وبنختار في الاخر ازالة، وبعد كده بنختار ازالة، وبكده يكون حذفنا المشرف او المحرر او الادمن اللي معاك في الصفحة. وبكده تكون حلقتنا خلصت. ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.